فقلنا ان احنا هنحسب الثيريتيكال سبيسيفيك جرافيتي او جي ام ام في المعمل عن طريق جهاز كده اللي هو بيخلخل الفراغات من العينه، وعن طريق مجموعه اوزان معينه بنقدر نحسب الجي ام ام. ماشي. الجي ام ام المفروض ان هي بتمثل الجزء الفوليوم بتاع الجزء اللي ما فيهوش الاير فويدز، والجي ام بي بتمثل الفوليوم بتاع العينه كلها على بعضها. تمام. خلينا نشوف بقى. طبعا الاجريجيت هو كمان بيتحسبه effective specific gravity بتاع الاجريجيت لوحده. ماشي. في المعمل برضو معينة. خلاص مش عارف الصوت بتاع نستحمله لان انا مش عارف اقفل الصوت. خلاص. ده الماس دراي بتاع على الافكتيف فوليوم بتاع الاجريجيت لوحده. تمام. الفيز دايجرام بقى مهم جدا. ليه؟ لان انا بقدر منه ان انا احسب القيم بتاعه الاير فويدز ومحددات التصميم، وهنتعلم ان احنا نحسب القيم المختلفه دي مع بعض. وهنرجع نفكركم تاني بان الماس بتاعه السوليدز كانت الماس بتاعه الكورس اجريجيت والفاين اجريجيت والمينرال فيلر، وان احنا لما نيجي نبص كده على الجي اس بالك هنلاقيها الماس دي بتاعه الكورس اجريجيت والفاين اجريجيت و المينرال فيلر، وكل واحده من دول على القيمه بتاعه السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها. يعني الماس بتاعه الكورس اجريجيت على الجي بالك بتاعه الكورس اجريجيت، الماس بتاعه الفاين اجريجيت على الجي بالك بتاعه الفاين اجريجيت، الماس بتاعه المينرال فيلر على الجي بالك بتاع المينرال فيلر، كل واحد من دول محسوب له الجي بالك بتاعته في المعمل لوحده. تمام. طيب الفويدز المينرال اجريجيت والاير فويدز والحاجات دي اما بنيجي نحسبها بنحسبها ازاي؟ نبص كده. مش احنا قلنا ان الفويدز المينرال اجريجيت دي هي الفويدز؟ لو احنا افترضنا ان العينه بتاعتي كانت عباره عن من اسمها فويدز المينرال اجريجيت في الركام، مينرال مش يعني معدني. انتوا خدتوا زمان في المدرسه ان مينرال يعني معدني، صح؟ تقريبا هي مش ده معناها. الركام عموما ليه حاجه اسمها مينرولوجي او مورفولوجي اللي هي بتتكلم عن تركيبته. ماشي. فمينرال اجريجيت نقصد بيها الركام الخام او الركام بدون اضافات، مش الخام لانه طبعا احنا ما بناخدوش خام، احنا بنعمل له مانيفاكتشرنج عن طريق التكسيد، لكن ما بنضيفلوش اضافه، يعني ما بنضيفلوش الماتيريال اللي هي الاسفلت اللي هي الماده الربط. فالمينرال اجريجيت نقصد بيه الركام قبل الربط. كان في فويدز اسمها فويدز ان مينرال اجريجيت، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نعرفها. اللي احنا بنحكمها بنسب الخلط بتاعت الركام نفسها. في جزء منها تم احتلاله بواسطه البتومين الافكتيف اللي هو البي بي اي، وجزء باقي فاضي اللي هو بنسميه الاير فويدز. ماشي. فالفي ام اي الفويدز المينرال اجريجيت لما بنيجي نحسبها كنسبه مئويه، ماشي، بنجيبها عن طريق ان انا اجمع الفي اي زائد الفي بي اي، ماشي، على في ام بي واضربهم في 100% عشان اطلعها كنسبه مئويه. طبعا الفي ام بي دي نقصد بيه حجم العينه بالكامل. اوكي. مهمه بالنسبه لنا ليه ولازم نحسبها ليه؟ لان هي في النهايه بتبقى انديكيشن عن سمك الغلاف اللي هيغلف حبيبات الاسفلت. بيقول لك بي ام دي، بي ام اي دي بيقول لك ان هي انديكيشن الفيلم ثيكنس اوف ذا سيرفيس اوف اجريجيت. دكتور وخلوا بالكم، عشان انا شفت الحكايه دي بنفسي. الناس بتجيب لك الخلطه بيركزوا في الخلطه اللي هي الجوب ميكس فورمولا زي ما قلت لكم كده، على نسب الخلط ماشي، على نسبه البتومين الاوبتيموم كام عشان بيرجع يعمل بيها ضبط جوده بعد كده، على الاير فويدز كام، على الاستابيليتي والفلو اللي هم بتوع مارشال اللي هناخدهم النهارده كام، وبينسوا الفويدز المينرال اجريجيت. وانا فاكره ان في مديره معمل خبره يعني، وانا بكلمها في التليفون بقول لها الفويدز المينرال اجريجيت ساقطه، ما جابتش الرقم. قالت لي لا مش مهم. ماشي. قلت لها لا مهم، لما بتكون الفويدز المينرال اجريجيت ساقطه مش جايبه الرقم بتاع المواصفه، ماشي،
بيحصل ان الخلطة تفرول. عارف يعني ايه تفرول؟ تبقى هشة. مش هشة، عارف انت لما يكون الحبيبات مش متغلفة كويس. هقول لك على حاجة برضو هضرب لكم مثل، معلش الأمثلة بتاعتي غريبة شوية. العجين لما بنيجي نعجن الكحك لو ما قلبناهوش كويس، مش الأول بيفركوا السمنة في العجين كده لحد ما حبيبات الدقيق تتغلف كويس بالسمنة، وبعدين يبتدوا بعد كده يعجنوا. البنات اللي تعرف الكلام ده يا دكتور. أنا عارفة عشان أنا بنت، مامت الله يرحمها بتعلمني الحاجات دي وانا صغيره. بس اني anyway، يعني المفروض ان مفيش حاجه اسمها بنات ورجاله، المفروض احنا في عصر دلوقتي بقى كله بيخدم نفسه، بس اكيد مش هتعملوا كحك. anyway يعني بتبقى ما تمش خلط جيد ما بين الحبيبات وما تغلفتش كويس، ماشي. الفويدز ان مير الاجريت لو ما حققتش المواصفه، فالفيلم ثيكنس، اللي هي يعني ايه فيلم ثيكنس؟ وليه بنستخدم كلمه فيلم؟ طبقة الرؤية عشان ايوه بتغلف برافو الأخرى عليك. بس. احنا كلمه فيلم ما هيش نقصد بيها افلام السينما خالص. الفيلم بقى اسمه فيلم لانه اول ما كانوا بيعملوا الافلام زمان كانوا بيسجلوها على شريط كده اللي هو عليه صور اللي بتلف لونه في بني. ماكينه العرض، فكان رفيع قوي، ماشي. أيوة. عشان كده سموه فيلم، لانه حاجه رقيقه جدا، زي الحاجات الرقيقه جدا جدا كده، ماشي. فاحنا عندنا الطبقه اللي بتغلف سطح الحبيبات هي طبقه رقيقه اسمها فيلم، اوكي. فهو الفويدز ان مانجر اجلجت ده بيدل على سمك الطبقه دي. لو سمك الطبقه دي ما بقاش كفايه فالحبيبات مش هتغلف كويس، وبالتالي هيبقى في امكانيه بعد كده ان لو اي ميه اتسربت للخلطه، الميه دي هي اللي هتغسو يعني تكسو الحبيبات وتمنع التصاق الحبيبات ببعضها بواسطه الافكتيف بوتومين. فمهم جدا ان انا احقق المواصفه بتاعت الفويدز ان مينرال اجريجيت. الاول نتعلم مع بعض نحسب الفويدز ان مينرال اجريجيت ازاي، وبعدين بعد كده لما يجي لي تصميم الخلطه اللي انا هوافق عليه او ارفضه لو انا استشاري، اشوف الرقم دوت المفروض يكون كام على حسب حجم المرور اللي عندي وعلى حسب النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز اللي عندي، واقول انا هوافق على الخلطه دي او مش هوافق عليها، ماشي. فالفويدز ان مينرال اجريجيت زي ما قلنا كده بتتحسب بقيمه الفي اي زائد الفي بي اي على الفوليوم كله، وبنطلعه كنسبه مئويه، ماشي. تمام. محتاجين نعرفها، معلش السلايدز بتاعتي معلقه. هو المايك بيتقفل وبيتفتح يا دكتور معاكي كده على طول؟ انا ما قفلتش المايك، بس انا لا، بيتقفل ويتفتح اهو. عشان اشغل السلايدز. بص انا هخرج خالص من السلايد وارجع لها تاني. لسه شايفينها؟ كده احنا شايفين نفس السلايد اللي احنا كنا فيه. اي بدأت تتحرك، اهي كانت معلقة مع النجا، ماشي. تمام نروح على اللي بعديه. دكتور، في حاجة معلش ينفع السلايد اللي قبلها؟ حاضر لا اللي ايه قبلها معلش. حاضر. الجزء بتاع ال H2O permeable voids ده بتاع ايه؟ بص يا سيدي، هوريها لك اهي. شايف الاجريجيت تمام. دي؟ حبيبة الاجريجيت، ماشي. الحبيبة الاجريجيت لو بصينا عليها كده، طبعا سطح الحبيبة احنا اتفقنا من الاول ان احنا بنختار اجريجيت مش اجريجيت طبيعي، احنا بنختار اجريجيت ناتج كسرات عشان احنا عايزين الحروف بتاعته تكون حادة زي ما انت شايف كده، لان جزء من الاستابيليتي اللي احنا بنحصل عليها في الخلطة بينتج من الحواف المدببة للحبيبات الاجريجيت دي اللي بتسند على بعضها، تمام. فبيكون شكل الحبيبة بالشكل اللي انت شايفه ده. انت المفروض ان انت بتحط الاسفلت ده في المحمصة، ماشي، عشان تطلع منه، وطبعا في المعمل بنحطه في الفرن، تمام، عشان تطلع منه المية، ما يخلوش في اماكن في فوليوم للمية، تمام.
المفروض ان قبل التحميص المفروض ان الحبيبات دي سطحها مدبب بالشكل ده، وفي جزء من الميه المفروض اللي بيكون موجود جوه خالص دوت. طبعا احنا ده بنسعى تماما لانه احنا نشيله من الخلطه نهائي، لانه لو موجود بيبقى عامل لنا مشكله انه لو كسى سطح الحبيبات، كسى سطح الحبيبات يعني بقى بره هنا، فهيمنع انها تتغلف بالاسفلت ماشي. لكن لو موجود جوه الفراغات اللي جوه كده فبنسميه الفوليوم اوف ووتر بيرميبل فويدز نوت فيلد ويز اسفلت. دي الاجزاء اللي هي ممكن تاثر على الخلطه بتاعتنا بعد كده. اللي هو ده بيبقى في الاخر يترجم ل H2O permeable voids، واللي احنا بنحاول على فكره نإليمينيت الجزء ده بالتسخين. تمام يا دكتور. ماشي. طيب ال VFA اللي هي بنسميها نسبه الفراغات المليانه بالاسفلت، وفي بعض الكتب بتسميها هي كده وبنفس القانون وكل حاجه، بس بتسميها بدل VFA بتسميها VFB. VFA voids filled with asphalt، وهي هياها VFB voids filled with bitumen. ماشي. عشان لو جالك تقرير من معمل كاتبها VFB او قريتها في كتاب او بحث VFB، بي فور بوك مش بي فور بن. اوكي. ما هيش غلط، الاثنين هما نفس المعنى. ماشي. ال VFA بتساوي ايه بقى؟ ال voids filled with ال VBE اللي هي حجم البتومين الافكتيف على ال VMA. ال VMA قبل كده قلنا ان هي مجموع ال VBE زائد ال VA. ماشي. مئوية برضو، بيقول لك ده ال percent of voids mineral aggregate that is filled with asphalt cement. عشان هي نسبة من ال voids in mineral aggregate فهي ليها قانون كمان، ده مش القانون الوحيد بتاعها، ده القانون الاولاني هو بيقول البي بي اي على بي بي اي زائد بي اي، او في ام اي ناقص في اي على في ام اي. هي نسبه، احنا قلنا الفويدز ان مينرال اجريجيت دي الفراغات قبل الخلط. ماشي. الفراغات قبل الخلط بعد ما حطينا الاسفلت في جزء منها تم ملئه بالافكتيف بتومين وجزء فضل اير فويد. ماشي. بل في ام اي ناقص الفي اي هي بتساوي برضو البي بي اي، والفي بي اي BE زائد الـ VB الـ VA هي بتساوي الـ voids and mineral aggregate. القوانين تبان كتيرة النهاردة بس هما قانونين على فكرة من الآخر يعني. ولو رسمت الفيس دايجرام باي ذا واي مش محتاج تحفظ قوانين خالص نهائي، لأن أنت هتجيب كل حاجة من على الرسمة. ناخد مثال عشان الدنيا تفك شوية. تمام يا دكتور. طيب مبدئياً إحنا لما بنيجي نحسب الـ 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 النسب دي اللي هي الاير فويدز والفويدز ان مينرال اجريجيت والمكونات المختلفه للفيس دايجرام، احنا بنفترض زي ما افترضته في السويل بالظبط ان حجم العينه بتاعتي هو الوحده. ماشي. يعني واحد لحد كده، حد معترض على القصه دي؟ لا. تمام. طيب يبقى الجزء اللي الشمال هنستخدمه للفوليومز والجزء اليمين هنستخدمه للماس، والاول نعرف نسب الخلط والسبيسيفيك جرافيتي بتاعت كل حاجه عندنا. فمبدئيا السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الخلطه الجي ام بي بتساوي، طبعا دي بنحسبها في المعمل وانا قلت لكم الطريقه اللي بنحسبها بيها في المعمل، صح ولا لا؟ المفروض. ايوه قلناها والله. ايوه. الاي زائد ناقص بي على سي، الاي دراي ويت والبي الساتوريت سيرفيس دراي ويت. ماشي. والسي الويت اندر وود. ايوه اللي هي بتاع الفوطه السخنه. ايوه بتاعت الفوطه، مش السخنه، الفوطه المنديه. ما احنا بنهزر واحنا بنشتغل، بس لما نيجي نتكلم ونفكر بعض خلينا نفكر بعض بالحاجات الصح. تمام. طيب الجي ام بي طبعا جبناها في المعمل، فانا مفروض ان انا عارف الجي ام بي بتاعت الايه العينه بتاعتي. وعندنا الاسفلت، احنا قلنا الاسفلت بنعمل له فول كاركترايزيشن في المعمل، فاكيد بنعرف ال specific gravity بتاعته كام. والاجريجيت هو كمان بنعمل له فول كاركترايزيشن في المعمل، نعمله تقرير صلاحيه كامل في المعمل، فبنعرف ال specific gravity بتاعته كام، وبيبقى عندنا specific gravity bulk و specific gravity effective للاجريجيتس بنبقى عارفين.
ونسبة الأسفلت إحنا عارفينها، لأن هنتعلم مع بعض كمان شوية لما نتعلم في تصميم الخلطة، إن أنا لما باجي أحدد الأوبتيموم أسفلت كونتنت، بحدد الأسفلت كونتنت قد إيه، فأنا بفرض نسب الأول، أحط 5 نسب أو 3 نسب أو 4 نسب، وكل نسبة منهم أحسب لها الحاجات دي ماشي بإكسل شيت، وبعدين بعد كده أختار أنهي نسبة فيهم اللي أنا هستخدمها. فلكل نسبة هنعمل الكلام ده، فبيبقى عندي أنا عارف النسبة كام. فلو فرضنا مثلا في الخلطة اللي قدامنا دي نسبة الخلط 5%، نسبة الأسفلت من وزن العينة 5%. الأسفلت قبل كده قلت لكم إن إحنا لما نيجي نعمل الخلطة، ما صممتوا الخلطة الخرسانية كنتوا بتاخدوها بالأحجام، حد فاكر؟ ايوه، مش عارفة 8 من 10 متر زلط و4 من 10 متر رمل، صح؟ مظبوط. و7 شكاير أسمنت مثلا. وطبعا نسبة المية بقى على حسب انت حاسب نسبة مية 3 من 10 ولا 4 من 10 ولا 5 من 10. تمام، احنا هنا في مظبوط. الخلطة بنصممها بالوزن مش بالحجم، احنا بنحسب الحجوم، لكن واحنا بنصممها في المعمل ولما بنخلطها كمان، لو انتوا خدتوا بالكم تلكوا الخلاطة بيبقى فيها بنس صناديق، ونجيب نسب الخلط، وبعدين بعد ما نجيب نسب الخلط كل صندوق عليه ميزان، ما قلناش حاجة بتقيس حجوم، قلنا حاجة بتقيس موازين. فالخلطة الأسفلتية بيتم تصميمها بالوزن وليس بالحجم. تمام، طيب يبقى أنا عارف نسبة الخلط بتاعة الأسفلت كام، زي 5% ماشي، وافترضنا إن الفوليوم بتاع العينة بالكامل اللي هو بتاع الفيس دايجرام 1 الوحدة. تمام، فهنبدأ نحسب الأوزان عندنا. فمبدئيا كده الهواء متفقين كلنا على إن الوزن بتاعه كام، صفر ماشي. الأسفلت 5% من وزن العينة، وبالتالي نقدر نجيب نسبة الوزن بتاعة الأسفلت. بس الأول نجيب وزن العينة، مش احنا قلنا السبيسيفيك جرافيتي بتساوي رقم، والسبيسيفيك جرافيتي دي عبارة عن حجم، سوري، وزن على حجم على السبيسيفيك جرافيتي بتاعة المية مظبوط. ماشي. يعني نقدر نقول بما ان الجي بتساوي جاما بتاعت الماتيريال على جاما بتاعت الميه، لو اشتغلنا وحداتنا جرام لكل سنتيمتر مكعب، فالسبيسيفيك جرافيتي بتاع الجاما بتاعت الميه تبقى كام؟ توس قايلينها من شويه صغيرين، واحد واحد. برافو عليك، انت اللي كنت قايل لنا انها واحد، برافو عليك ماشي. فيبقى انا بقول الجي بتساوي جاما العينة على جاما المية، جاما المية بواحد خلاص، وجاما العينة وزن على حجم صح؟ أو كتلة على حجم يعني. تمام. أوكي؟ ما أعرفش بيسموها جاما ولا رو، وات إيفر يعني. رو. أوكي؟ فيبقى بي على في ماشي؟ يبقى البي بتساوي الفي في الجي في واحد اللي هو كثافة المية. على المية. ماشي؟ يبقى مبدئيا أهو الماس بتاعت العينة بالكامل بتساوي واحد، لان احنا قلنا الفوليوم بتاعنا، احنا خدنا الفوليوم الواحده بواحد سنتيمتر مكعب، في السبيسيفيك جرافيتي في واحد اللي هي كثافه الميه، يبقى وزن العينه كام؟ 2 جرام و329 من الف. تمام، وزن الاسفلت كام؟ 5% من الرقم ده. وزن الاسفلت 5% من الرقم ده، يطلع ادي وزن الاسفلت. وزن السوليدز اطرح الكلام ده من 2329 من 1000، يبقى دي وزن الاسفلت لوحده وادي وزن السوليدز لوحدها. لحد كده في مشاكل؟ تمام. على خير الله. نروح شويه ناحيه الحجوم ماشي. احنا عندنا العينه كلها حجمها واحد ماشي، وعندنا الجي اس بالك والجي اس افكتيف بتاعت السوليدز بتاعت الاجريجيت، واحنا عندنا علاقه بتقول انه الفوليوم بيساوي الماس على جي في واحد. حد معترض على القصه دي؟ برضو جايه من العلاقه ما بين السبيسيفيك جرافيتي بتساوي كثافه على كثافه ماشي. فيبقى الفي اس اي لو انا عايز اجيبها ماشي بتساوي الوزن ده اللي هو 2.213 على الجي اس افكتيف، يطلع ب 81 من 100، والفي اس بالك الوزن ده
على السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الركام البلك بتطلع ب 818 من ماي. ماشي، فكده اجيب الفوليوم بتاع السوليدز الافكتيف والفوليوم بتاع السوليدز البلك. لحد كده برضو حد ما طرد؟ تماما يا دكتور. لو طرحت الاثنين من بعض اقدر اجيب الفوليوم بتاع الابزوربد اسفلت اهو. ماشي طيب، اللي هو 8 من 1000. اوكي كده، ده ال V B A او الابزوربد بوتومين يعني ب 8 من 1000. تمام. طيب تمام مش تمام انا عندي مش انا عندي الماس بتاعت الاسفلت كله على بعضه، ايوه وعندي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاسفلت اهي، الماس بتاعته 0.116 والسبيسيفيك جرافيتي بتاعته واحد ورقم، اقدر اجيب الفوليوم المقابل للموضوع ده بنفس القانون ام بنفس، هو جي في قانون واحد. واحد. كل بصوا كل القصة دي هو قانون واحد بس، والباقي كله ايه، طرح وجمع. تمام ماشي طيب، تمام يبقى انا كده جبت الوزن، جبت الوزن هنا بتاع الماس بتاعت الاسفلت والحجم المقابل ليها، ولو طرحت الحجمين اللي هو 114 ده اللي هو حجم البوتومين كله ناقص الابزوربد بوتومين، اقدر اجيب الافكتيف بوتومين حجمه قد ايه. صح. مظبوط. طيب هنحسب الحجم ده كمان، العينة كلها حجمها على بعضها واحد، يبقى مجموع الحجوم ده المفروض يكون واحد، يبقى انا اقدر اجيب قيمة الايه، الاير فوليوم، الاير فويد، الاير فوليوم اللي هو هقدر احوله لنسبة مئوية اسمها الاير فويد. صح. ايوه تمام. تمام، يبقى انا حسبت كل الحجوم. ماشي، اقدر احسب كل الاوزان. فهنحسب كمان، احنا الاوزان خلصت خلاص، فاضل نجيب وزن الإفكتيف أسفلت ووزن الأبزوربد أسفلت، فالوزنين دول مقابلين للحجمين دول بنفس القانون، هو برضو نفس القانون. يبقى أنا كده حسبت كل حاجة في الإيه، في العينة اللي عندي، بقي لي إيه؟ فاكرين القانونين بتوع الفويدز ان مينرال اجريجيت والفويدز فيلد ويز اسفلت اللي احنا خدناهم؟ اللي هو كان في اف ايه بي اف صح؟ ايه وبي ام ايه. ماشي، بصوا كده تمام الاير فويدز اهي 7.6%. تمام، وطبعا لو دي خلطه سطحيه فالاير فويدز هنا تبقى ساقطه ولا ناجحه؟ المفروض ناجح. المفروض قلنا تبقى مش من قلنا من لا لا، 3 ل 8%؟ لو سطحية تبقى ساقطة، لأن أنا قلت لكم من شوية، أنا مش عارفة إن أنتم مش حافظين القيم دلوقتي، بس أنا قلت هبقى لكم من خمسة. شوية الإير فويدز للخلطة السطحية ماشي من 3 ل 5%، الإير فويدز للخلطة الرابطة من 3 ل 8%. تمام، فأنا بتوقع أكيد أنا مش هجيب لكم في المحاضرة خلطة ساقطة، يعني دي خلطة رابطة. ماشي، بس ممكن عادي أجيب لكم في الامتحان خلطة ساقطة، فلو سألتك في الامتحان يعني هقول لك، معرفش اذا كنت هقول لك ولا لا، لو حصل يعني وسالتك عن انه احسب لي الاير بويدز وقول لي ساقطه ولا لا، لازم تشوف الاول انا بقول لك هي خلطه نوعها ايه. تمام، طب افرض ما قلتلكش، هكتب الفرضيه مثلا. بالظبط، انا بس اكون عارف حدود المواصفات للرابطه لوحدها كام وللسطحيه لوحدها كام. انا تاني المواصفات كده اللي يا دكتور، تاني حدود ايه، المواصفات. تاني حدود المواصفات السطحية الـ wearing surface الـ air voids بتاعتها من 3 ل 5%، دي هتلاقيها موجودة في المحاضرة. ماشي، هتلاقيها موجودة في الجدول دلوقتي بتاع مرشاة. اوكي، الـ air voids بتاعت الخلطة الرابطة من 3 ل 8%. اوكي ماشي. طيب نحسب الـ voids in mineral aggregate، اتفقنا ان هي بتساوي الـ VBE زائد الـ VA، فهنجمع الاثنين فوليوم دول ونضربهم في 100% عشان نجيب الخلطة الرابطة النسبة. من 3 ل 8% دكتور، من 3 ل 8 ولا من 5 ل 8؟ من 3 ل 8، من 3 ل 8. بصوا المينيمم في الرابطة والسطحية 3 زي بعض.
ماشي، الماكسيمم في السطحية 5 والماكسيمم في الرابطة 8. تمام تمام يلا تمام. طيب اجيب تمام. ال VMA فهتطلع لنا 18.2%، وهنشوف دلوقتي حدود المواصفات بتاعة ال VMA عشان هي بتتغير شوية لكل نومينال ماكسيمم نومينال سايز، كل ما الاجريجيت يكبر كل ما القيمة بتاعتها تتغير. ماشي. نجيب ال VFA تطلع ب 58%. ماشي. دي ممكن تحسبوها ممكن ما تحسبوهاش، حاجة اسمها الإفكتيف أسفلت كونتنت، اللي هو إيه؟ الأسفلت كونتنت كله 5%. لو عايز أحسب الإفكتيف لوحده بحسبه ماشي، عن طريق طبعا وزن الإفكتيف بتومي على وزن العينة بالكامل. يبقوا طبعا اوكي. طيب انا كده اتعلمت احسب البوليومتريكس. ماشي. البوليومتريكس دي بقى لما اجي اقارنها بحدود المواصفات بطريقه مارشال، هي الحاجه الوحيده اللي بتحكمني في التصميم ولا في حاجات تانية بتحكمني في التصميم؟ تتوقعوا ايه تاني كده يا دكتور بتقول ايه؟ انا كده حسبت حاجه اسمها الفوليومتريكس. ماشي. تمام. والفوليومتريكس دي حاجه مهمه قوي في الاسفلت، انت ما بتحسبهاش في الخرسانه على فكره، انه ما بتشتغلوش الكلام ده في الخرسانه صح؟ مش تخطوا تصميم خلطه في الخرسانه اي ما بتحسبوش فوليومتريكس ولا بتحسبوا ايربويدز ولا بتحسبوا الكلام ده صح؟ مظبوط يا دكتور. لكن احنا بنحسبه في الاسفلت لانه بيأثر في بيهيفير الاسفلت جدا. بس في حاجه تانية كمان مهمه قوي، احنا من الاصل دي خلطه هيجي عليها احمال، فاحنا لازم يكون في طريقه معينه بنقيس بيها السترينث بتاعه الماتيريال دي والتشكل. البوليومتريكس حاجه مهمه جدا ماشي في التصميم، لكن كمان لازم الخلطه دي نعرضها لحمل العينات اللي مظبوط بنعملها في المعمل. ماشي. زي الخرسانه. فهتكلم اتفضل. زي الخرسانه يعني اختبارات الضغط والكلام بالظبط من ده. زي اختبارات الخرسانه، احنا برضو عندنا اختبارات بس مش اختبار كسر. ماشي. تمام. هنقول لك هنعمل ايه. كده انا حسبت كل حاجه بتخص الخلطه بتاعتي. ماشي. اوكي. كل البوليومتريكس الخاصه بيها والبوليومتريكس كلها موجوده هي على الفيس دياجرام. تمام. انا بقى لما اجي اعمل تصميم الخلطه بطريقه مارشال هعمل ايه؟ بصوا كده، انا عايز الخلطه بتاعتي تكون خلطه اقتصاديه ماشي، من الاجريجيت ومن الاسفلت بايندر، وتحقق لي ريكوايرمنتس. فاحنا لازم مع بعض نعرف الريكوايرمنتس دلوقتي. يعني على سبيل المثال كلمة requirements اللي هي حدود المواصفات، اللي أنا على سبيل المثال من شوية قلت لك حدود المواصفات بخصوص إيه؟ الإير فويدز صح؟ مش قلت لك من تمام شوية حدود المواصفات للإير فويدز؟ عايزين بقى نعرف حدود المواصفات لكل حاجة، تمام مش للبوليومتريكس بس، للبوليومتريكس وكل حاجة. الطرق، الطريقة اللي هنشتغل بيها وإيه الطرق اللي الناس بتشتغل بيها في العالم. في طرق قديمة منها طريقة مارشال اللي إحنا لسه بنشتغل بيها في مصر ودول كتير لسه بتشتغل بيها. ماشي. الطريقتين القدام هما مارشال وافيم. اوكي. واحنا هنشتغل مارشال، كل معامل مصر شغاله مارشال دلوقتي. تمام. والطريقه الجديده طريقه اسمها السوبر بيف، والسوبر بيف دلوقتي امريكا شغاله بيها، السعوديه شغاله بيها بقى لهم حوالي 8 سنين او داخلين في 10 سنين، ومؤخرا بداوا يخلطوا ما بين مارشال والسوبر بيف. اوكي. والكويت بدأت من 3 سنين او 4 سنين تدخل في موضوع السوبر بيف هي كمان. تمام. بس احنا في مصر لسه شغالين مارشال، فاحنا هنعلمك الطريقه اللي بنصمم بيها الخلطه في مصر لان ده اللي انت هتشتغل بيه لو خرجت هنا. ايه اللي مطلوب؟ الريكويرمنتس يعني ان كومن كده ما بين كل الخلطات ما بين كل طرق التصميم. نسيت اقول لكم حاجه يا شباب، دي الطرق اللي تم اعتمادها وبقى ليها مواصفه وبيتم استخدامها في دول العالم. في طريقه دلوقتي اسمها لسه اندر ريسيرش، لسه ما طلعش بيها مواصفات خالص، اسمها البالانسد ميكس ديزاين. حد عارف يعني ايه كلمه بالانسد؟ توازن. توازن بين ايه وايه تفتكروا؟ قولي تاني كده يا دكتور اسم الطريقه. الطريقه في طريقه دلوقتي اسمها البالانسد ميكس ديزاين، تصميم الخلطه المتوازن. تمام. تفتكروا كده من اللي انا قلته لكم، انا طبعا انتم مش عارفين، انا بس بحاول يعني ايه استفز تفكيركم شويه.
تفتكروا توازن ما بين ايه وايه؟ الاسفلت والاجريجيت. ما هي كده كده اي خلطه لازم هنحدد فيها نسب، ما نقصدش النسب، احنا العوامل نقصد الجوية النسب. والخلطة، ايه العوامل الجوية يعني ظروف درجات الحرارة وكده والخلطة. قربتي بس أنا لسه، حد عنده كلام تاني؟ انا هقول، انا في الاخر هقول بس يعني بشوف الأحمال والخلطة، مشاكل اللي بتحصل اللي هي اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة ايه؟ قبل اللي فاتت. ايوه مشاكل ايه، مشاكل ايه؟ ايوه مين الراتنج مش مصدر. والفتيج. برافو عليكم، برافو عليكم، برافو عليكم، ماشي. البالانسد ميكس ديزاين بيدور على انه يحاول يبالانس العلاقه ما بين البرفورمانس بتاع الخلطه وما بين مكونات الخلطه، اللي هو البرفورمانس بتاع الخلطه بيتمثل في ايه؟ في حاجتين مهمين قوي، الراتنج والفتيج. فاحنا عايزين نبالانس الراتنج والفتيج، النسب لما نغيرها ونزود ساي مثلا نسبه الاسفلت تزيد، فانا معرض لراتنج اكتر بنفس خواص الاسفلت، ماشي. لو قللنا نسبه الاسفلت فانا معرض لفتيج اكتر، فاحنا عايزين نبالانس بين الاثنين. فالطريقه دي دلوقتي لسه ما زالت قيد البحث، ماشي، لسه الناس بتشتغل فيها ريسيرش في كل حته. احنا في مصر في ناس شغالين فيها، في طالبه دكتوراه انا امتحنتها قريب في الكومبريهنسيف اكزام هتشتغل على الموضوع ده، وفي طبعا ناس كتير جدا شغالين ده هوت توبيك دلوقتي وورلد وايد الناس بتشتغل فيه. الطريقه اللي بتطبق زي ما قلنا مارشال، السوبر بيف، سوبر بيف نقصد بيها السوبيريور بيرفورمانس اوف بيفمنت. فبيجوا كانت مارشال فيها مشكله واحده، ان طريقه الدمك هكلمكم عنها حالا، طريقه الدمك مش بتسيميوليت الكومباكتور. كلكم عارفين الكومباكتور الهراس اللي بيدمك الاسفلت في الموقع، شفتوه؟ ايوه تمام. اللي بعجل اللي هو حلقه كده، عجله حديد كبيره قوي وتقيله، خلاص. أيوة. ده اللي بيدمك الاسفلت. الحركه بتاعه الكومباكتور ده في الموقع مش 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 سيميوليتد في طريقه الدمك بتاعه مارشال. فلما جم يبتكروا طريقه السوبر بيب، كان التغيير اولا كان تغيير في الماتيريال كاركترايزيشن، يعني الاسفلت نفسه كمان الاختبارات اللي اتعملت له بقت مختلفه عن البنتريشن. البنتريشن تجربه سهله قوي، فبقى في اجهزه، بس الاجهزه دي ليه ما دخلش لسه في مصر؟ لانه الاجهزه غاليه. بس صدقوني برضو في اتجاهات، ان في معامل كثيره دلوقتي بداوا يجيبوا المعدات بتاعه السوبر بيب، مش كثيره قوي يعني، يعني معملين ثلاثه في مصر بداوا يجيبوا، ودي بدايه حلوه على فكره، تمام. الموضوع بياخد وقت لان زي ما قلنا الاجهزه مكلفه، الاجهزه غاليه قوي، ماشي. المعمل السوبر بيب بيكلف له بتاع 6 مليون ولا حاجه، فرقم من 6 ل 9 مليون، فرقم كبير لسه. فلسه الطريقه ما اتطبقتش في مصر، بس بدات معامل في مصر تشتغل بيها، تمام. الطريقه الجديده اللي زي ما قلت لكم عليها البالانس ديزاين دي لسه قيد البحث، لسه الناس بتعمل ريسيرش فيها في مصر وفي امريكا وفي حتت كتير، ماشي. طيب احنا ندرس الطريقه اللي احنا مطلوبه مننا والمواصفات المصريه والكود المصري بيفرضها علينا، واللي هي برضو تقدر من خلالها لو قدرت ان انت تحقق الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بشكل كويس، تقدر تحاول ان انت تضمن البيهيفير بتاع الاسفلت كخلطه. يعني ايه ريكويرمنتس ان كومن ما بين كل الطرق؟ ان انت يكون عندك sufficient اسفلت بايندر تو انشور ديورابل بيفمنت، يكون عندك تحط محتوى اسفلت يربط لك الخلطه ببعضها كويس بحيث ان انت يكون البيفمنت بتاعك ديورابل. تاني حاجه sufficient stability under traffic loads. الاستابيليتي هنا بتعبر عن السترينث، بنقول استابيليتي لانه الاسفلت بيحصل فيه موفمنت في حاله الروتنج، فاحنا عايزينه يبقى ستيبل اندر لود، ماشي. sufficient air voids، يكون عندك نسبه air voids مناسبه. طبعا ليها upper limit وليها lower limit، فالupper limit بيقول لك to prevent excessive environmental damage، يعني كل ما الاير فويدز تزيد، لو عدت الابر ليميت اللي هو 5% في حاله الخلطه السطحيه و8% في حاله الخلطه الرابطه، لو الاير فويدز زادت ايه اللي هيحصل؟ هتنهار. ليه؟ لو في مطر ولا حاجه ممكن يحصل ترسيب كتير. كل ما الاير فويدز تزيد، كل ما بقى عرضه للانفيرمنتال دامج والمويستشر دامج اكتر. ليه؟
لان الاير فويدز دي وارد ان هي تتمني بالمي. انا بحاول اعمل خلطه بتاعتي امبيرميبل على فكره عشان وبعمل فيها ميول عشان تصرف المي، بس لما اكون اير فويدز عاليه ماشي فهي بتكتسب قطرات المية تدخل جواه، والمية دي بتعمل حاجة اسمها مويشر دامج اتكلمنا عنه، بيخلي الخلطة تتغير خواصها خالص، السترينث بتاعتها السترينث بتتغير بيقل، السترينث بتتغير خالص على فكرة ماشي. تمام. الى جانب في الدول الباردة جدا المية دي احنا عندنا في مصر ما عندناش المشكلة دي، احنا عندنا مويشر دامج عادي. في حاجة اسمها فروست اكشن كمان في الدول اللي درجات الحرارة فيها بتنزل تحت الصفر، لانه اللي هيحصل كمان ان المية دي تتجمد. فاحنا عارفين من الفيزياء اتعلمنا في المدرسة ان المية لما بتتجمد ما بتفضلش حجمها زي ما هو، المية لما بتتجمد حجمها بيزيد ماشي، فده هيزود كمان الفروست اكشن، يبقى مويشر سسبتابيليتي وكمان فروست اكشن الاثنين، فدي اكسسيف انفيرمنتال دامج. فانا بحاول اقلل الاير فويدز اقل من الابر ليميت عشان كده. طب اللور ليميت ليه؟ طب ما خلاص ما الفويدز دي هتعمل لنا مشاكل، مش عايزين بويتس خالص، هنعمل خلطة بصفر في المية بويتس. ليه 3%؟ ماشي، لأن كده كده الخلطة أنت بتدمجها، طبعاً لما تعمل عينة في المعمل أنت بتدمجها عشان تحقق الاير بويتس، ولما هتحط الأسفلت في الموقع تحطه على الطريق أنت هتدمجه بالهراس خلاص. بس أنت مهما دمجته ماشي، بعد كده الترافيك لما يمشي عليه هو كمان هيدمجه ماشي. فانت لما يحصل كده بيحصل حاجه اسمها densification. فاكرين الفيس دياجرام اللي رسمناه من شويه اللي بيعبر عن الفراغات ما بين الخلطه؟ كان البويدز المينرال اجريجيت اللي هي قبل الخلط، لما حطينا الاسفلت بقى فيها افكتيف بتومين صح. لما يحصل densification الاير بويدز هتقل، لو ما فيش بويدز اصلا الافكتيف بتومين ده هيعمل ايه؟ مش هيلاقي مكان صح. فلما تبتدي تنضغط والإفكتيف بتومين ده موجود كان بيشغل جزء، يحصل بليدينج. برافو عليك، هيطلع على السطح فيحصل بليدينج، الاير بويدز قليله، فالإفكتيف بتومين بدل ما هيستنى ما بين الحبيبات وبعضها يربط ما بينهم، لما تيجي العربيات تمشي والعربيات بقى احمال تقيله وعربيات نقل وكلام من ده ويحصل دنسيفيكيشن، الإفكتيف بتومين مش هيفضل ما بين الحبيبات يربط ما بينها، ده هيطلع لي على السطح ويعمل لي ايه؟ بليدنج. فانا محتاج البويدز، مش هقول زيرو بويدز، انا محتاجها ما تكونش كبيرة عشان ما تعمليش environmental damage، لكن كمان محتاجها ما تكونش صفر عشان ما يحصلش densification فيحصل بليدنج على السطح ماشي. حد فهم الاير بويدز specification limits ليه ليها lower limits ما بيساويش الصفر وليه ليها upper limit؟ ايوه تمام تمام. كل طرق التصميم بتحافظ على فكره اللور ليميت والابر ليميت بتاع الاير فويدز وموضوع الفويدز المينرال اجريجيت ماشي. حاجه تانية كمان، احنا الاسفلت ده هنجيبه من الخلاطه ونحطه في الموقع ونعمل له عمليه دمج، فلازم يكون وركابل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اعمله ناشف خالص يقوم اولا ما يبقاش وركابل اثناء التشغيل اثناء الكونستراكشن، يعني ما هو احنا عايزين وركابيليتي بس مش عايزين وركابيليتي طريه خالص زي الخرسانه اللي بتبقى فيها ميه وكلام من دوت ويدمكوها، لا احنا مش الاسفلت ما بيبقاش كده ماشي، بس لازم يكون وركابل بحيث ان هو يتم دمكه في الموقع جيدا تمام. فانا بحط الاسفلت كونتنت بعد ما اعمل ماتيريال كاركترايزيشن للاسفلت لوحده وللاجريجيت لوحده بحيث ان هو يحقق لي الشروط دي في كل طرق التصميم، سواء كانت مارشال سوبر بيف الطريقه اللي ان شاء الله ربنا يسهل والريسيرش بتاعها هيخلص ويطلعوا لها مواصفات، كل ده عايز يحقق لي الشروط دي ماشي. زي ما قلنا كده اللو بايندر كونتنت ممكن يسبب لي فتيك كراكنج، ممكن يسبب لي رافلنج انفصال في الحبيبات اللي احنا شايفينه في الصوره ده من على السطح لان هي مش متغطيه كويس بالاسفلت، ممكن يسبب لي ستريبنج، ممكن يسبب لي بريماتشير ايجينج ان هو من الاول الاسفلت مش مكفي قليل، فطبيعي لما نسبه الزيوت اللي موجوده فيه هو نسبته قليله والزيوت اللي موجوده فيه لما تتبخر بدل الايجينج ما يحصل بعد 3 او 7 سنين يحصل في اول سنتين ماشي. طب لو زودت اول كلمتين ضمت يا دكتور ايه الريليفنج دوت والستريبنج، يعني الرافلنج والستريبنج
ده عيبين من عيوب الأسفلت بتحصل بسبب قلة البايندر كونتنت. الرافلينج هما الاثنين بيعبروا عن سيجريجيشن. خدتوا كلمة سيجريجيشن قبل كده؟ لا ما اعرفهاش. لا خدتوها في الخرسانة. سيجريجيشن يعني انفصال حبيب. احنا اخذناها انفصال حبيب لكن ما خدناش سيجريجيشن. طيب هي اسمها بالانجليزي سيجريجيشن او ديس انتجريشن. اللي هو ايه ديس انتجريشن او سيجريجيشن؟ يحصل انفصال في الحبيبات عن بعضها. بيحصل ازاي؟ انه يكون الخلطه بتاعتك، احنا اتفقنا مع بعض النهارده لما اتكلمنا عن الخلطه ان عندنا البايندر بيغلف الحبيبات الاول وبعدين يتبقى افكتيف، يربط ما بين، يلزق الحبيبات في بعضها، صح؟ مظبوط تمام. طيب لو انا الاسفلت كونتنت بتاعي قليل فما تغلفتش الحبيبات كويس وما اتلزقتش في بعضها كويس، خلاص، وفردت الخلطه بتاعتي على الطريق. جت العربيات وهي ماشيه، ماشي كل شويه بتعدي على الطريق، فالحبيبات مفككه، مش ملتصقه جيدا ببعضها، تمام. ايه اللي هيحصل؟ العربيات بتعدي بسرعه، صح؟ مظبوط. هتبدا تنطر الحبيبات، صح؟ لما تخش تكون ما بين خلطه مهروله كده مش متماسكه هتبدا تنطر الحبيبات. لو الكلام ده حصل من على السطح من فوق بيبقى اسمه رافلينج، ماشي. تحت بقى احنا اتكلمنا كده عن الرافلينج، شرحناه، صح؟ تحت بقى، تحت في ميه. لما الدنيا بتشتي خلاص المفروض الميه بتتصرف على الجناب، لكن في جزء من الميه ممكن يوصل لطبقه الاساس، خلاص. طبقه الاساس دي قلنا ان هي طبقه المفترض يعني ان احنا بنعملها فري دريننج وبندمجها كويس بس بينها فراغات، ولو مستوى الميه عالي فممكن طبقه الاساس يوصل لها ميه. لو المياه دي موجودة من تحت والحبيبات مش مكسية كويس بالأسفلت، فالفيلم ثيكنس اللي احنا عايزينه يكسي الأسفلت، حبيبات الحجر الجيري عموما عندها أفينيتي لامتصاص المياه، عندها قابلية لامتصاص المياه. حتى احنا من ضمن الحاجات والتجارب اللي احنا بنعملها عشان نكاركترايز الركام اللي بنستخدمه في الخلطة في المعمل، حاجة اسمها نسبة الامتصاص، ماشي. فعندها شراهة لامتصاص المية، فلو امتصت المية، ماشي، فمش هيبقى فيه فيلم سيكنس. يعني بدل ما تتغطى بالأسفل هتتغطى بمين؟ بالمية. بالمية، فمش هيبقى فيه فيلم سيكنس، وبالتالي مش هيبقى فيه التصاق بين الحبيبات، فبيظهر عيب عندنا اسمه الستريمينج. والستريمينج ده هو اللي بنسميه، مش أنا كل شوية عمال أقول لكم moisture damage moisture damage؟ ايوه تمام. ان يحصل دامج في الخلطه بسبب الميه. الستريبنج ليه اسم تاني اسمه مويشر دامج. فهما الاثنين عباره عن انفصال ما بين الحبيبات، بس اللي فوق بيحصل بسبب حركه السيارات مع عدم تماسك الخلطه ومبقاش فيه ميه، والرافلنج بيحصل دايما على السطح من فوق. الستريبنج بيبدا من تحت لانه بيبقى سبب الميه اللي ممكن تكون موجوده في طبقه الاساس. وده اللي بيخلي يحصل هبوط في الأرض يا دكتور؟ هبوط حاجة مش في مسار العجل يعني تقصد؟ اللي في مسار العجل ده راتنج، تمام؟ تمام. إنما الديبريشنز انت تقصد الديبريشنز، إن يجي حتة كده معينة وتلاقيها الحتة دي هابطة كده، يعني عاملة زي حفرة كده، صح؟ ولا حفرة تمام. زي اللي قدامك في الصورة؟ لا بيبقى في ساعه في كده وفي كده، يعني ما في حاجات مطرح العجل تلاقي حته عاليه وحته لا. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. في كده وفي كده، بس انا بسالك انت تقصد مين فيهم، لان ده ليه سبب وده ليه سبب، وانا ممكن اشرح لك الاثنين. تمام. يعني المطرح العجل ده بيبقى حته مثلا مطرح العجل ده قليل، ده سببه ايه؟ يا حفره مطرح العجل بيبقى نزل الاسفلت بينزل مطرح العجل والباقي بيبقى عالي، ده اسمه راتنج، خلاص تمام. ده سببه ايه؟ ما احنا ما بنتكلمش في حاجه غيره من زمان يا محمد، ده بنتكلم في الراتنج ده بقالنا كتير قوي. ده اسمه راتنج، يبقى عندي هبوط في مسار العجل. بصوا يا شباب، قصة العيوب قصة مهمة، تسمحوا لي أشير لكم محاضرة كده أوري لكم شوية صور للعيوب، ماشي؟
ونتكلم في أسباب العيوب اللي انتوا بتتكلموا فيها، بس مش هنكتر في العيوب، هنرجع تاني لتصميم الخلطة عشان الموضوع ده مهم. ماشي، خلوني أفتح المحاضرة. أتعشى من المحاضرة أن يكون فيها صور للعيوب اللي أنت بتسأل عليها. هخرج من الميتنج ثانية واحدة بس وارجع تاني عشان إيه يبين لكم المحاضرة. أوكي تمام، ثانية. رجعت تاني. شايفين المحاضرة دي؟ أيوة دكتور. ده كان بروفيسور ترينينج كورس للأساتذة مش للطلبة في إنكات. الديستريسز أشكال كتيرة طبعا مش هنتكلم عنها كلها، بس عايزين يعني نبص على العيب اللي زميلنا بيقول عليه. لو جينا نبص، أنت بتقول في حاجة شكلها كده، خلاص؟ شايف دي؟ محمد اللي كان بيسأل حاله، دي اسمها بوت هول. اوكي؟ دي حفرة، تمام؟ وغالباً بتحصل في مسار العجل، دي حفرة، ماشي؟ وتلاقي دايماً البوت هولز لما بتبقى موجودة، أعتقد إن ممكن يكون عندنا صور تانية للبوت هولز، لأ؟ البوت هولز لما بتحصل دايما في مسار العجل، وساعات كتير بتحصل مع فتيك كراكنج، يعني يبقى حواليها فتيك كراكنج، فبتبقى بسبب ان حصل او ليها سبب. السبب الاولاني ان يحصل فتيك كراكنج، فتبدا الحبيبات سوري الخرسانه تشرخ بشكل ظهر التمساح، وتبقى انا قلت خرسانه صح؟ الأسفلت يشرخ بشكل ظهر التمساح، وتبقى أجزاء مفككة من بعضها زي المنظر ده. في عندنا صور للفتيك أهو. بصوا كده، ده شكل فتيك كراكنج اهو، شبه ظهر التمساح، تمام؟ شايفينه؟ ايوه تمام. لما يشرخ بالشكل ده، بتبدا الحتت المشرخه دي ما عادتش لازقه في بعضها، خلاص بقى في بينها شروخ. اوكي، مع حركه السيارات ممكن واحده منهم تطير كده من المفككين دول، فتبدا بحفره صغيره، ولما توسع اسمها بوت هول. ده اول سبب من اسباب حدوث البوت هولز. السبب الثاني ان يكون عندي لوكال فيلير في منطقه معينه، يعني الخلطه في الحته دي كانت ما اتدمجتش كويس، ففي حته فاضيه، فده سبب من اسباب البوت هولز، اللي هي دي بدايه بوت هول اهي، مطوله في وسط الفتيك كراكنج، ودي بوت هول، تمام؟ دي حفره بتبقى عاده في مسار العجل، تمام؟ في بقى حاجه اسمها ديبريشنز، تهبوط. لك الديبريشنز فين؟ الديبريشن ده يا دكتور اللي هو زي في مطلع كده مثلا، الكوبري والكلام من ده، مطلع والمنزل كده. المطالع والمنازل، لان حصل لوكال فيلير في الردم اللي تحته، مش في طبقه الاسفلت نفسها. فيبقى الديبريشنز، انا بحاول ادور لكم بس على صوره للديبريشنز، زي عند كوبري محل تروح كده مثلا، ماشي، وعند زي كوبري الرهبين اللي هم اليومين دول بدأوا يصلحوه على فكرة، وقفلوا واحدة من قفلوا فردة. أنا مش لاقي صور هنا للديبريشنز، بس هو زي ما أنت بتقول لما بيحصل ديبريشن اللي هو هبوط، يعني بيحصل بسبب إن عندي فيلير في اللور لايرز، في البيز وفي السب جريد، ماشي. بنشوفها في مطالع الكباري لما يكون الأساس اللي تحت الأسفلت ما اندمجش كويس، وبنشوفها في اماكن تانية من غير ما يكون مطلع ولا منزل كوبري، لما تكون التربه نفسها اللي هي السب جريد اللي هي طبقه التاسيس حصل فيها لوكال فيلير، ماشي. في بقى نوع ثالث من الهبوط في مسار العجل اللي احنا عمالين نتكلم عنه من الصبح يا محمد، او مش من الصبح، من اول ما ابتدينا الكورس ده اصلا، اللي هو الراتنج، ماشي.
ده هبوط في مسار العجلة اهو شايفينه. ايوه تمام. بس ده راتنج تخدد تمام. ده تخدد اهو بيبان كمان لما الدنيا تشتي المية ايه بتقف في الحتة اللي فيها الهبوط ده. ده هبوط في مسار العجل ماشي. ده راتنج واضح اهو. بس احنا ده احنا عندنا الهبوط ده بيبقى يعني اللي هو لو مثلا على طريق الرجديه كده بيبقى الحته مكان العجل نازله فرق جامد عن عن الجهه ومشوهه جدا جدا. انا عارفه انا عارفه ما انا بمشي على الطرق دي وشايفه وطريق المنصوره كله كده المحله المنصوره كله كده. ده حقيقي ماشي. بس هو خلي بالكم من حاجه، في حاجه اسمها فيلير كريتيريا. انا ممكن بقى اقفل المحاضره دي وارجع لمحاضرتنا الاصليه. مفيش مشكله يا دكتور. العيوب في عيوب كتيره جدا ماشي. في اصلا لما بنيجي نحسب حاجه اسمها البيفمنت كونديشن اندكس اللي هو البي سي اي، في 19 عيب بيحكمونا في الاسفلت تمام. فلازم واحنا بنعمل انسبكشن بننزل ونشوف ال 19 عيب دول ايه اللي موجود منهم. بمعنى استماره كده فيها العيوب كلها، وكل عيب بنسجله هو كمان العيب بيحصل بيبقى ليه سيفيريتي. يعني ايه؟ يعني شده العيب بنقيمها، هل هي لو ولا ميديوم ولا هاي. انت بتتكلم عن الهبوط ومضايقك جدا شكل السطح لانه فعلا هاي سيفيريتي، عيب حصل وبقى شديد جدا عند اماكن المطبات اللي في المناطق اللي هي زي المطبات اللي موجوده عند القرى زي الرجديه وشبشير الحصه في طريقنا واحنا ماشيين وطريق المنصوره ماشي. والمفترض يعني ان هم كل فتره كل كام سنه بيجوا على الاماكن دي تحديدا ويكشطوها ويرجعوا يرصفوها تاني. احنا من يوم ما مشينا يا دكتور على الطريق نوصل. خليكم معايا ثانيه واحده. الو ايوه الحمد لله. انا في محاضره اتكلم بعد المحاضره على طول اكلمك. حاضر 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 مع السلامه ماشي. ايوه يا باشمهندس الكلام ده يا دكتور احنا يعني انا من يوم ما رحت المنصوره الكلام ده مثلا من زمان خالص ممكن مثلا 10 سنين اهوت لغايه النهارده ما بيحصلش. هو والعربيه بتخبط في نفس المكان. لا لا مش 10 سنين ما تبالغش، مش 10 سنين. هم بيسيبوا الحاجات دي كل 6-7 سنين بيصلحوها مره ماشي. والله يا دكتور انا من يوم ما مشيت على الطريق ده هو ما اتعملش حاجه. طيب اقول لك على حاجه، امال الكوبري اللي بيصلحوه دوت بيصلحوه ليه؟ الله اعلم بقى يعني يمكن الضمير صح. هو فعلا في لا الايام دي في تصليح كتير، الايام دي في تصليح. طب الحمد لله يعني نحمد ربنا الحمد لله في تصليح. طيب الحمد لله. هنرجع تاني للتصميم، بس قبل ما ارجع للتصميم هقول لكم احنا الطرق في 10% من الوقت بنعمل نيو كونستراكشن، في 90% من الوقت احنا بنعمل صيانه لطرق موجوده فعلا. فالصيانه حاجه مهمه جدا على فكره، في جزء كبير من الميزانيه بيتصرف على الصيانه. الاولويات بتاعه توجيه البادجت بتاعت الصيانه دي في حاجات كتير جدا بتحكمها، ما هياش موضوع المحاضره النهارده. فخلينا ما نضيعش فرصه ان احنا نعرف تصميم الخلطه لان دي حاجه مهمه جدا، مش بس والله عشان الامتحان. انا واقسم بالله محاضره النهارده بالذات بحاول اقول لك كل المعلومات اللي تفيدك لو حصل، لو انت اشتغلت مهندس طرق المعلومات الاساسيه اللي انت يعني ما ينفعش تستغنى عنها ابدا. فخلينا ما نضيعش الفرصه ونسال في حاجات جانبيه انا هجاوبكم عليها لما لو انتوا عايزين، بس خليني الاول اشرح تصميم الخلطه ماشي. النهارده اخر محاضره يا دكتور؟ لا لسه محاضره الاسبوع الجاي. هو انت دلوقتي صممت خلطه هتعرف سمك الطبقات ازاي؟ فالمره الجايه هناخد السكنس ديزاين، بحدد ازاي سمك الطبقات. انت في الخرسانه لما صممت الخلطة وقفت ولا جيت بعد كده قال لك لما يبقى كامر عليها حمل كذا يبقى عمقها كذا ويبقى عرضها كذا ويبقى تسليحها كذا؟ ايوه مظبوط صح. ابعاد أيوة. القطاع احنا لسه ما اخدناهاش، احنا النهارده بنتكلم في تصميم الخلطة. خلونا نخلصه في ال 20 دقيقة اللي باقيين دول عشان المرة الجاية ان شاء الله ناخد السكنس ديزاين ويبقى قفلنا كده الكورس ده على كده. انا اصلا في موضوعين السنة دي ما شرحتهمش في المحاضرات، وقلنا المعيدين يشرحوا لكم اللي يقدروا عليه منهم، منهم الكلاسيفيكيشن التصنيف بتاع التربه تخطوه في المفروض في السويل قبل كده، والكومباكشن ما شرحوا لكم التصنيف صح تقريبا. ايوه ايوه دكتور التصنيف تقريبا مش اكيد. طيب هم شرحوه بس انتوا ضايعين خلاص. خلينا نشوف المحاضره
ايه اتشرح؟ ايوه اتشرح اتشرح. انا عارفه اللي هو بتاع مارشالو مش عارف ايه، او الاشتو باين تصنيف التربه. ايوه تصنيف الاشتو واليونيفايد. ايوه اهم حاجه الاشتو، اليونيفايد انتوا خدتوه في التربه اصلا، اهم حاجه الاشتو. تمام. انا عايز اعرف انا قفلت ايه بس عشان اعرف ايه اللي لسه قدامي. انا غالبا قفلت المحاضره اللي كنا شغالين فيها، فخلوني ثانيه واحده افتحها. وخلونا اطلع من الميتنج ثانيه واحده وارجع تاني عشان يقبل يفتح المحاضره. احنا كنا في السلايد رقم دي صح؟ ايوه تمام يا دكتور. فده العيب اللي اسمه رافلينج، وده العيب اللي اسمه ستريبنج، ودخلنا في شويه عيوب تانية واتكلمنا عنها. لو الخلطه البايندر كونتنت بتاعها عالي هيحصل عندنا بليدنج وراتنج وفلاشنج. ماشي، احنا عارفين البليدنج وعارفين الراتنج، ومش مهم دلوقتي اشرح لكم الفلاشنج لحد ما نشرح تصميم الخلطه، وبعدين بعد كده اي حد يسالني في العيوب زي ما انتم عايزين. تمام. طيب هستخدم طريقه مارشال. ماشي، طريقه مارشال فيها اجريجيت ايفالويشن وبايندر ايفالويشن. زي ما قلنا كده هيجي لي تقرير صلاحيه للجوب ميكس فورمولا، بتتضمن تقرير صلاحيه للركام، تقرير صلاحيه للاسفلت، اشوف الخواص بتاعه الاسفلت واشوف هي بتحقق خواص المواصفات ولا لا. وبعدين الميكسينج والكومباكشن تمبريتشر هيقول لي انا بخلط على درجه حراره كذا. ماشي، وهتدمج انت في الموقع على درجه حراره كذا، فلما يجي لك الاسفلت في الموقع هتقيس درجه حرارته قبل ما توافق تستلمه او ما تستلموش. ماشي، وبعدين تحضير بقى العينه اللي هنتكلم فيه النهارده، والمارشال ستابيليتي والفلو. تحضير العينه، العينه طبعا بتتسخن لدرجه حراره الخلط، وتتخلط في خلاطه داخل المعمل، وتندمج في المولدز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي القوالب الاسطوانيه. وبعد ما نعمل فيها كده بنطلعها من القالب في ساعتها على طول، ونبتدي نقيس الاستابيليتي والفلو. هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي، ونعين لها الدنسيتي والفويد اناليسيز اللي احنا اتكلمنا فيهم من شويه في الفوليومتريكس، نحسبهم قد ايه عشان نحسب الاسفلت كونتنت، وهنشوف يتحسبوا مع بعض ازاي. فهنبدا الاول بتحضير العينه. العينة اما نيجي نكسرها عشان نطلع الاستابيليتي، المفروض ان احنا هنكسرها في راس للماكينة بالشكل ده، بنحطها فيها ونبتدي نضغط نحمل عليها، فهي بتبقى عينة اسطوانية عشان الراس بتاع الماكينة بتاعتها بالشكل ده. العينة هنعملها ازاي؟ زي ما قلنا هنسخن الركام وهنسخن الاسفلت. طبعا بعد ما عملنا المفروض البلند بتاع الركام ده بيحقق حدود المواصفات بتاعت التدرج، والاسفلت انا عايز اعرف الاسفلت كونتنت كام، خلاص فانا المفروض مش عارف، فهعمل ايه؟ فهدمج عينات بنسب مختلفه. يعني انا احنا عندنا في مصر نسب الاسفلت بتبقى في الرابطه ليها قيم وفي السطحيه ليها قيم، من اول قيم من في الرابطه من اول 3.5 مثلا لحد 5، وفي السطحيه بتبدا من اول 4.5 كده، ممكن توصل لحد 6-6.5%. تمام. طب انا مش عارف هي كام من دول، فهدمج عينات مختلفه بنسب مختلفه. تمام. نسخن ونخلط وبعدين ندمج في القوالب بتاعتنا. طبعا بنسخن ونخلط وبعدين نقسمها ونرجع نقلبها تاني، ودي الخلاطه بتاعتنا اهي. وبنعمل الكلام ده كله وهي سخنه، ما بنستناش عليها لما تبرد، ونعبيها في القوالب. دي القوالب بتاعتنا اهي، القوالب المولد بتاعنا اسطواني زي ما قلنا، قطره 4 بوصة وارتفاعه 2.5 بوصة، وده الكومباكتور أو الهامر بتاعتنا. الهامر بتاعت مارشال ممكن تكون مانيوال وممكن تكون أوتوماتيك. حظك كويس طبعا لو أنت مهندس معمل، وأنت طبعا مش بتعمل حاجة بنفسك، أنت معاك عمال يعني. بس السي أنا مثلا في الماجستير حظي كان الأوتوماتيك هامر عطلان، فاضطريت إن أنا أدمج العينات بنفسي. العينات بتدمج بقى إزاي؟ في مطرقة كده زي ما أنت شايفها،
المطرقة دي بتترفع لفوق وبعدين تنزل تحت تأثير وزنها من ارتفاع تمنتاشر بوصة سوري اللي هو 1.5 فيت يعني، وتنزل تحت تأثير وزنها. تمام؟ بتندمك العينة عدد من المرات على كل وجه، يعني تدمكها على الوش ده وبعدين تقلبها وتدمكها على الوش التاني. تمام؟ عدد مرات الدمك بيتحسب على أساس المتوقع الترافيك اللي يكون موجود على الطريق، هو لو ترافيك ولا ميديم ترافيك ولا هيفي ترافيك. ماشي؟ فمثلا في الهيفي ترافيك بندقها 75 مرة على كل وش، ده لكل عينة. طبعا لكل نسبة أسفلت بنعمل 3 عينات عشان لما نحسب الحسابات بتاعتنا هناخد المتوسط. ماشي؟ الأوتوماتيك هامر لذيذة جدا في إنك بتعايرها وهي تقعد تعد 75 دقة، أو بعد ما تخلص تقف أنت بس تقوم تقلب لها العينة وهي تكمل الدمك على الوش التاني. أول ما ندمك العينة بنطلعها من القلب وهي سخنة، لأن إحنا لو ما طلعناش من القلب وهي لسه سخنة ماشي هتترمي هي والقالب، لما تنشف في قلب القالب هتترمي هي والقالب، خلاص القالب هيبوظ. تمام؟ دي العينة هي لما بنطلعها من القالب، في جهاز كده بنطلعها بيه ماشي. وفي ناس بتطلعها من غير جهاز، انا كنت بضغط عليها كده طلعها من قلب الـ الـ القالب. بنعمل زي ما قلنا كده لكل نسبة 3 عينات ونبتدي نبرفورم عليها طبعا تجربة السبيسيفيك جرافيتي عشان نطلع السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها ونحسب السبيسيفيك جرافيتي. وبعدين بعد كده بقى احنا عايزين مش بس السبيسيفيك جرافيتي، بنحسبها عشان نعمل منها البوليومتريكس اللي كنا بنتكلم فيه. تمام؟ فدي احنا عارفينها بالتفصيل. بعد كده المفروض كل نسبة من النسب دول انا هختبرها تحت التحميل اللي هيحصل لما احمل عليه. ده الجهاز اهو اللي بنحمل بيه، دي الرأس اللي انا قلت لك عليها من شوية اللي كانت مدورة، بنحط العينة فيها والقالب بيبقى عبارة عن جزئين، نصين اسطوان، حط الاسطوانة بتاعت الاسفلت بتاعك جواها. طبعا بعد ما ننقعها في محلول ميه، في ميه سوري، لمده نص ساعه على الاقل، والميه دي بتكون درجه حرارتها 60 درجه مئويه. ليه 60 درجه مئويه في خيالكم يا شباب؟ دي درجة حرارة الأسفلت العالية، تمتص الأسفلت بيبقى درجة حرارة 60، درجات حرارة عالية ماشي. وبالتالي أنا لما أختبره مش هينفع أختبره عن درجة حرارة المعمل، أنا هختبره عن درجة الحرارة اللي مفترض أنه بيتعرض لها في الطبيعة ماشي. فإحنا عشان نوصلها لأنه تبقى درجة حرارتها درجة حرارة الاختبار، أولا إحنا بندمكها ولازم يعدي عليها 24 ساعة على الأقل قبل ما نحمل عليه. خلاص؟ ما بنحملش عليها في ساعتها. فاكرين الخرسانة كنتوا بتقعدوا تقولوا 3 أيام و7 أيام و28 يوم؟ احنا يعدي بس يوم واحد، ممكن اكتر طبعا، ممكن اسبوع، ممكن زي ما احنا عايزين يعني، بس اتليست يوم، ما بينفعش نختبرها قبل يوم. تمام؟ سيبها تنشف كده في المعمل يوم على الاقل، 24 ساعة على الاقل، وطبعا احنا بنسيبها اكتر من كده. بعدين ساعة الاختبار نفسه بننقعها في مية محلول، مش محلول سوري، حمام مائي بترموستات، لان المية ما ينفعش نحطها في حرارة 60 درجة مئوية نص ساعة والمية تبرد، احنا تفضل معرضة لدرجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة نص ساعة على الأقل ماشي، وبعدين نختبرها. فعندنا حمام مائي كده بنحطها فيه، يكون درجة الحرارة فيه بنتحكم فيها بحيث انها ما تنخفضش عن 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة وبعدين نختبرها. تمام؟ اختبار التحميل قدامك اهو، بنقيس فيه حاجتين، بنقيس فيه الحمل اللي هو الاستابيليتي، وبنقيس فيه الديفورميشن اللي هو الفلو. تمام؟ بنقيس اهو زي ما قلنا التحميل، ده اتجاه التحميل اهو، بنضغط عليها ماشي، ونقيس الاستابيليتي اللي هي بتعبر عن الحمل، ونقيس الفلو اللي هو بيعبر عن الديفورميشن. ده شكل العينه اهو في الجهاز، ده الفريم بتاع التحميل. الحته اللي فوق دي بنظبط الفريم، ننزله بالمسامير بتاعته دي لحد ما يلمس الجزء بتاع التحميل اللي فوق ده، وبعد كده نشغل. طبعا لازم يلمسها الاول وبعد كده نشغل الماكينة، هي بتنزل بمعدل ثابت. المعدل ده حركة الفريم بيقابلها حمل. تمام؟ فنبدأ نحمل على العينة. الحدود بقى بتاعت المواصفات بتاعتي، أنا بدمك الأول العينة، بنشوف الترافيك اللي متوقع إن الطريق ده يكون يتعرض ليه، ونشوف هو لايت ترافيك ولا ميديم ترافيك ولا هيفي ترافيك.
اللايت ترافيك تعريفه ان الايكوفالنت سنجل اكسل لودز الاحمال مجموعها خلال عمر الراس في اقل من 10,000 اللي هو 10 اس 4 في الميديم ترافيك من 10,000 لمليون اللي هو 10 اس 6 في الهيفي ترافيك الايسلز بتكون اكتر من مليون ايسل اللي هي اكتر من مليون بقى ماشي. الكومباكشن في المعمل احنا قلنا بننمك العينه عدد مرات على كل وجه في اللايت ترافيك 35 مرة على كل وجه في الميديم ترافيك 50 مرة على كل وجه في الهيفي ترافيك 75 مرة على كل وجه ماشي. الاستابيليتي احنا هنقيس استابيليتي ونقيس فلو الحدود بتاعت الاستابيليتي كام القيم اللي بره القوس بالنيوتن واللي جوه القوس بالباوند فقيمة الاستابيليتي كحمل بالنيوتن ما تقلش عن الرقم ده ماشي وفي حالة الميديم ترافيك ما تقلش عن الرقم ده وفي حالة الهيفي ترافيك ما تقلش عن 1800 باوند. الفلو اللي هو الفلو بنقيسه في صورة ديفورميشن تمام. المقياس بتاعه 1/10 انش نخلي بالنا من حكاية 1/10 ملي و 1/10 انش دي لأنها مهمة قوي. الواحدة في الفلو 10 انش والقيم بتبقى ما تقلش عن 8 وما تزيدش عن 18 لو بنتكلم على ميديم على لو ترافيك و16 في حالة الميديم ترافيك و 14 في حالة الهيفي ترافيك. طب برضو تاني ليه الفلو ده بيعبر عن دي 8 واحدة انا دكتور يعني اضربها في 1/10 عشان اشوف الديفليكشن. ايوه 8 10 انش 8/10 انش الوحدة 10 انش ماشي اللي هو لو عايزينه بالمليمتر هيبقى 25/100 مليمتر اللي هو لو الكلام ده 8/4 ملي يبقى كام ملي؟ 2 ها؟ تمام ناس فاهمة الوحدة؟ ايوه. يبقى الفلو في حالة اللايت ترافيك من 2 ملي لـ4.5 ملي ماشي. في حالة الميديم ترافيك من 2 ملي لـ4 ملي وفي حالة الهيفي ترافيك من 2 ملي لـ3.5 ملي. طب احنا ما بنسهلش الدنيا على نفسنا كده ليه ونقول بالملي وخلاص؟ ليه بنقول بالانش او 10 انش ليه؟ عشان ده المقياس المتعارف عليه. الراجل مارشال لما عمل التجربة دي قال الفلو بيتقاس بالعشر انش. الراجل مارشال ده كان امريكاني فكان بيشتغل باليو اس كاستمر يونتس تمام. ولما جه يقول الفلو بالانش طلع صغير قوي. بص 2 ملي دي لما تيجي تجيبها بالانش اقسم 2/25 يطلع رقم صغير قوي في صفار كتير كده تمام. فهو قال لك احنا هنريح ونخليه 10 انش تمام. ف دي الوحدة المتفق عليها دوليا ما بين العالم كله اللي بنقيس بيها الفلو تمام. الاير بويدز اللي قدامكم دي اير بويدز بتاعت الخلطة السطحية مش الربط ماشي. البويدز المينرال اجريجيت الديزاين ليميتس بتاعتها كام؟ قال لك دي بتتغير مع الاجريجيت سايز. عندنا هنوريك جدول اهو ثواني السلايدز بتاعتي معلقة معلش هسيبها وارجع لها تاني. دكتور ايوه فهم لو سمحتي هو ايه الايسل ده؟ هقول المره الجايه. ايسل يعني equivalent single axle load. ايسل يعني equivalent single axle load. اكسل اللي هي جايه من الاكس مش العجل بتاع العربيات بيبقى موجود على اكس العربيه الملاكي كلنا حافظينها وعارفينها فيها اكسين اكس قدام عند السواق واكس ورا صح ماشي. كل اكس فيه كام عجله؟ 2. احنا يهمنا العربيات الملاكي قلت لكم قبل كده الدمج اللي بتسببه مش كبير. يهمنا مين؟ اللوري النقل عموما خلاص تمام. طيب النقل الاكسات بتاعته شكلها ايه؟ في سنجل اكس اللي هو اكس المكان كده فيه اكس واحد ماشي او تاندم اكس
تاندم يعني اكسين ورا بعض، مش النقل ساعات تلاقي اكسين ورا بعض على طول، وفي نقل فيه تلات اكسات ورا بعض. طب ليه عدد الاكسات الكتير ده؟ وحاجه كمان قبل ما ننقل من عدد الاكسات، العجل على الاكس في الـ في الـ في النقل بيبقوا عجلتين، عجله يمين وعجله شمال زي الملاكي، ممكن اتنين وساعات بيبقوا اربعه، في اوقات كتير بيبقوا اربعه، اللي هتلاقيها اتنين بس دي الاكس اللي قدام اللي تحت الكابينه. تمام، الاكس اللي تحت الكابينه مش مهم خالص يكون دول، بنسمي اللي فيه عجلتين من اليمين وعجلتين من شمال بنسميه دول اكس. ماشي، مش مهم خالص اللي تحت الكابينه، لان هي في الاخر مش جايره غير وزن الكابينه ووزن السواق، ودي حاجه خفيفه مقارنه بالاحمال اللي ورا. الاحمال كلها بتبقى فين؟ ورا. بص على الاكسات اللي ورا، هتلاقي في حاجات فيها تاندم اكس، اكسين ورا بعض، فيها حاجات ترايدم اكس، ثلاث اكسات ورا بعض. ماشي، فيها حاجات كوادرم اكس، اربع اكسات ورا بعض. تمام، طب ليه كده؟ ليه اكسات كتير وعجل كتير؟ عشان التحميل، عشان المساحه تزيد فالحمل يقل. ايوه، كل المساحه، ها، المساحه هتبقى تزيد فالحمل الحمل هي تقيل، فاحنا عايزين مساحه توزيع الحمل ده تزيد عشان الاسترس ما ينزلش على الـ على الـ على البيفمنت يهده، عايزين نخلي الاسترس يقل فبنزود مساحه التحميل. طيب احنا ينفع، انا دلوقتي بيمر عندنا عجل كتير جدا على الطريق، ماشي، عجل من انواع واوزان مختلفه، ما احنا متعلمين في المدرسه زمان ينفع اجمع البطيخ على التفاح؟ ما ينفعش، صح؟ فبنحوله لحاجه اسمها equivalent، ماشي، ونجمعها، هنتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله في الثيكنس ديزاين، لان لازم نعرف الايسلز قد ايه اللي بيها هنحسب سمك الايه الطبقه، ماشي، فهكلمك عنها المره الجايه. بس خليني اخلص المحاضره دي والنبي برضو السلايد معلقه مش قادره تتحرك اهي، البويدز ان مينرال اجريجيت، ما عادش لينا الا ثلاثه سلايد، فاصبروا معايا والنبي. انا عارفه ان خير، بس يا دكتور التيم يقفل، لانه كان مطلع رساله من شويه بيقول فاضل خمس دقايق، فانا خايف ان الاجتماع يقفل. ركزوا بس معايا، مش هيقفل ان شاء الله. البويدز ان مينرال اجريجيت قيمتها كام بقى؟ كل ما الركام ما يزيد، كل ما كل ما الركام ما حجمه يزيد، كل ما الفويدز ان مينرال اجريجيت تقل. احنا عاده في الاسفل ما فيش حاجه ظاهره قدامكم. ايوه يا دكتور ما فيش. هو قفل لوحده والله، قفل المحاضره يعني. دكتور انا كنت طلبت من باشمهندس محمد السلموني حل الامتحان، قال لي استاذني الدكتوره الاول ينفع حل المتر. انا ما بحبش حل الامتحان بالارقام، خليني اكمل المحاضره وبعدين نتكلم في الموضوع ده قبل ما التيم يقفل علينا زي ما زميلك بيقول. ماشي، طيب تمام، هكلمك حالا في اللي انت عايزاه كله. اوكي، فنقول الفويدز ان مينرال اجريجيت اتفقنا قبل كده ان هي بتتغير لما يتغير معانا الماكسيمم نومينال ماكسيمم اجريجيت سايز. ماشي، فبتبقى بالارقام اللي موجوده في الجدول، وطبعا تتغير كمان مع الاير فويدز. اوكي، الارقام عاده بتكون عندنا عاده يعني في مصر بنستخدم رابطه وسطحيه، النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز بتاعها بيبقى 19 مللي، فبتبقى قيم الفويدز ان مينرال اجريجيت حوالين الرقم 13. ماشي، دي المينيمم، ما ينفعش يقل عن كده، يعني لو طلعت لي الفويدز ان مينرال اجريجيت ب 10 بقول الخلطه مرفوضه، الخلطه ساقطه. ماشي، خليني انقل على اللي بعدها وبيعلق برضو. هو كده التيم زعل يا دكتور. التيمز ايه؟ قفل؟ زعل مننا؟ زعل. طب انا مش عايز، انا مش عايزه اجل الثلاث سلايد دول المحاضره الجايه، انا عايزه اقولهم دلوقتي وانتم مركزين، يعني هو عشان الثلاث ساعات خلصوا. محاضره الصحيه كمان شغال يا دكتور، هو مش شايف علينا انت شغال. قفل تاني. اوكي، نفتح تاني، هما ثلاثة سلايد بالظبط، فعايزين يعني ايه نقولهم. اوكي تماما، انا مش هعمل عرض، انا هسيب السلايد صغيره زي ما هي كده. اوكي، عشان نعرف ننقل على اللي بعدها. تمام تمام، فانا دلوقتي هختبر زي ما قلنا كده، احنا واحنا بندمج العينه
المفروض العينة زي ما قلنا كده قطرها معروف محدود بالمولد بتاعنا ماشي القالب، ارتفاعها ممكن يتغير يعني ما طلعليش 6.25 بالظبط، فاحنا هناخد العينات نقيس الارتفاع بتاعهم لان الارتفاع ده هنجيب بيه كوركشن بعد كده الاستابيليتي والفلو تمام. ف والبالك سبيسيفيك جرافيتي طبعا هنقيسها بالطريقه اللي احنا قلناها، والماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي، وهنقيس الاستابيليتي والفلو قلنا عند 60 درجه مئويه ووتر باس من 30 ل 40 دقيقه، ومعدل التحميل 50 ملم بالماء ماشي، والماكسيمم لود ده الانكوركتد ستابيليتي اللي احنا هنجيبها، وعلى حسب ارتفاع العينه هنعمل لها تصحيح. في جدول تصحيح كده هتلاقيه موجود في المعمل جنب المعده بتاعت مشاي. خلاص الفيرتيكال ديفورميشن ده الفلو ماشي، وده اللي احنا هنقيسه. السلايد دي باينه قدامكم صح؟ ايوه تمام يا دكتور. يا رسومات ايوه هرسم الاول ثلاث رسومات. خلاص دايما المحور اكس هيكون الاسفلت بايندر كونتنت، مش احنا الاسفلت حطينا نسب مختلفه من الاسفلت وكل نسبه حطينا منها ثلاث عينات وحسبنا كل حاجه متوسط الحسابات بتاعه الثلاث عينات، فاكرين الحته دي ولا لا؟ فعندنا أيوة اسفلت دكتور تمام فهرسم الثلاث رسومات دول دايما المحور اكس هيكون قيمه الاسفلت كونتنت كام ماشي. الرسمه الاولانيه هتبقى رسمه الاير فويدز، فالمحور الراسي يبقى نسبه الاير فويدز اللي احنا حسبناها لكل عينه ماشي. وبما ان هنا سايب خلطه سطحيه فهاجي عند 4%، 4% اللي هي في النص ما بين مين؟ 3 و5%. مش احنا قلنا نسبه الاير فويدز من 3 ل 5% في السطحيه؟ هاجي عند 4% واعمل خط افقي يقطع لي الخط ده اللي هو بيمثل الاير فويدز الحقيقيه اللي جايبينها من المعمل للعينات المختلفه، وانزل راسي ماشي اجيب قيمه البايندر كونتنت من الاير فويدز كام تمام. الاستابيليتي اللي هي مقاومه الاحمال صح؟ مظبوط. مش الاستابيليتي اللي هي بتعبر عن السترينث، يعني هناخد اعلى سترينث ماشي. شوف اعلى سترينث فين لما نرسمهم هيطلع شكلهم كده، فناخد اعلى سترينث وننزل بيها راسي نجيب البايندر كونتنت من هنا اللي بيدينا اعلى سترينث كام تمام. واليونت ويت احنا عايزين العينه بتاعتنا او عايزين الاسفلت اللي احنا هنعمله الخلطه اللي احنا هنصممها دي تكون دنس، لانها كل ما كانت دنس كل ما كانت قدرتها على التحمل الاحمال تكون احسن صح ولا لا؟ مظبوط. طيب يبقى برضو هشوف اقصى يونت ويت كام اللي هي الجاما دراي، وانزل راسي اجيب قيمه البايندر كونتنت المقابله لاقصى يونت ويت. التلاتة دول كل واحدة فيهم هي الأسفلت كونتنت اللي بيحقق لي خاصية معينة، واحدة بتحقق لي أحسن كثافة، واحدة بتحقق لي أحسن استابيليتي، واحدة بتحقق لي الإير فويدز في النص بالظبط بين حدود المواصفات. هاخد أنهي واحدة فيهم؟ المتوسط. برافو تمام. التلاتة كده أجمعهم وأقسمهم على تلاتة جبت المتوسط. طيب إحنا قلنا بنقيس فلو وبنحسب فويدز، الشريحة دي ظاهرة قدامكم ليه الثلاث رسومات أيوة. التانيين ايوه تمام. احنا قلنا بنقيس فلو وليه لوور ليميت وابر ليميت، وبنقيس او بنحسب فويدز المينرال اجريجيت وفي اف اي صح ولا لا؟ تمام. والفي اف اي ليها ابر ليميت ولوور ليميت، والفي فويدز المينرال اجريجيت لسه كنا شايفين جدول حالا بيقول المينيمم بتاعها قد ايه صح ولا لا؟ هنعمل ايه بالثلاثه دول؟ الثلاثه الاولانيين جبنا منهم احسن اسفلت كنا كونتنت كام وقسمنا وجبنا المتوسط جبنا الاوبتيمم. الثلاثة التانيين متحققين مش الفلو اهو ليه؟ حضرتك يا دكتور افندم تاني عشان كان صوتك رائع. طيب هقول لكم تاني، الثلاثة الاولانيين الاير فويد والستابيليتي واليونت ويت الجاما درايف جبنا منهم احسن اسفلت كونتنت بتحقق لي الثلاث خواص دول، وقلنا انا مش هعرف اخد واحده فيهم لوحدها هاخد متوسط الثلاثه صح؟ مظبوط. طيب ده الاوبتيمم اسفلت كونتنت، بس انا ما ينفعش اقول اوبتيمم على طول كده قبل ما تشيك على الثلاثه دول اللي قدامنا بقى اللي هم مين؟ الفلو. يعني انا كده انا راسم برضو افقي، دايما المحور الافقي هو الاسفلت كونتنت كام ماشي لكل النسب اللي عندي، ففي منحنى اهو اخد الاوبتيمم اسفلت كونتنت اللي حسبناها من الشريحه اللي قبلها واطلع من على المحور الافقي كده راسي اقطع النسبه دي على المنحنى جابت لي كام،
وامشي افقي على المحور الراسي اشوف قيمه الفلو كام. طلعت بين ال 8 و 18 اللي قلناها من شويه او 8 و 14 او 8 و 16 على حسب الايسلز كام، خير وبركه ماشي. طيب الفي اف اي بنفس الطريقه ابر اجيب الاوبتيمم اللي حسبناه من المتوسط اللي في السلايد اللي فاتت واطلع على المنحنى بتاع الفي اف اي بتاع كل العينات اقطعه في نقطه وامشي افقي عشان اشوف الفي اف اي على المحور الراسي محقق حدود المواصفات ولا لا، واعمل نفس القصه بالنسبه للفويدز ان مينرال اجريجيت، بس الفويدز ان مينرال اجريجيت ليها مينيمم، بس اشوف قيمه الفويدز ان مينرال اجريجيت متحققه ولا لا. تمام. يبقى الثلاث رسومات الاولانيين بحسب منهم الاوبتيمم بايندر كونتنت او الاوبتيمم اسفلت كونتنت، ثلاث رسومات التانيين بتاكد حدود المواصفات اتحققت ولا لا ماشي. تمام. طب لو حدود المواصفات ما اتحققتش في واحده من دول ارجع اغير اغير النسب واعمل التجربه تاني. طب ما اتحققتش اغير نوع الاجريجيت اللي بشتغل بيه، اغير نوع البايندر اللي بشتغل بيه ماشي. تمام. طيب انا كده خلصت المحاضره. السلايد الاخيره فيها صفحه على النت اسمها بيفمنت انتر اكتيف ماشي، هتلاقوا فيها شرح كويس قوي المارشال ميكس ديزاين اللي انا شرحتها النهارده. لو في اي حاجه ناقصه في الخلطه عايزين تبصوا عليها، بصوا على بيفمنت انتر اكتيف، وحتى لو انتوا فهمتوا وحاسين ان انتوا مفيش حاجه ناقصه خلاص احنا فهمنا، بصوا بس على الصفحه دي بيفمنت انتر اكتيف، دي صفحه كويسه قوي فيها حاجات كتير في الطرق ممكن تفكوا ماشي. دكتور معلش، الجدول اللي هو في الصفحه اللي هي 58 اهي المينيمم ظهرت قدامك ولا لا؟ ظهرت المينرال اجري ال 19 بقى والارقام الكبيره اللي تحت دي ايه بقى؟ بص يا سيدي، احنا قلنا الفويدز ان مينرال اجريجيت ليها قيمه مينيمم، لازم اشوف احسب الفويدز ان مينرال اجريجيت في الجوب ميكس فورمولا بتاعتي واتاكد ان هي اعلى من المينيمم ماشي. طب المينيمم كام؟ المينيمم ده بيتغير على حسب نسبه الاير فويدز والنومينال ماكسيمم سايز بتاع الاجريجيت ماشي. احنا عندنا في مصر يعني عشان اختصر لك يعني الجدول، هو الجدول ده بيعبر عن المواصفات كلها تمام. احنا عندنا في مصر الـ 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 الطبقه السطحيه ما بتزيدش عن 19 ملي النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز بتاعها تمام. واحنا عندنا في مصر برضو لو انا بشتغل على حدود المواصفات من 3-5% اللي هو المفروض يعني الفويدز المينرال اجريجيت عند 4% تبقى كام؟ تبقى 13. يبقى المفروض لما احسب الفويدز المينرال اجريجيت بتاعه الجوب ميكس فورمولا بتاعتي تديني مش اقل من 13، اعلى تديني 14-15-16-17-18 زي ما حسبناها من شويه في الخلطه اللي كنا بنشتغل عليها، لكن ما تكونش 11 ما تكونش 10. تمام يا دكتور. هي مرتبطه بحاجتين، مرتبطه بالنومينال ماكسيمم سايز بتاع الاجريجيت ومرتبطه بالاير فويد. تمام يا دكتور ماشي. ايه تاني؟ الميد ترم يا دكتور كنت حضرتك قلت لنا الدرجات بتاعته المفروض انا اعرفها الاسبوع ده يعني. انا خلصتهوش، فاضل لي يومين بس. معلش والله الاسبوع ده كان مليان شغل. انا امبارح كان عندي 4 محاضرات اونلاين. تمام يا دكتور. ماشي. انا فعلا امبارح بشتغل من 8 الصبح ل 10 بالليل. ربنا يعينك والله يا دكتور. ويعيننا جميعا ويعينكم انتوا ان شاء الله، ان شاء الله هحاول اخلصها لكم الاسبوع ده اكيد يعني باذن الله. تمام يا دكتور. ماشي يا شباب. طيب دكتور حضرتك ليه مش عايزين نتكلم على المشروع؟ ايه المشروع؟ خلونا اكلمكم عنه المره الجايه.